متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل الخير والمحبة. هذه توقعات الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة الأجواء تكون مائلة للبرودة في بعض المناطق، تسجل درجة حرارة في العاصمة الرياض 11 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية. يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة نهارا يوم غد الثلاثاء، وتكون الأجواء مائلة للدفء في المناطق المختلفة من المملكة. هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء. نبدأها شمالا من منطقة عرعر 17-6، سكاك 20-8، تبوك 22 إلى 10 درجات مئوية، مكة المكرمة 32-21، طائف 25-12، في جدة 30-22، وفي المدينة المنورة 28 إلى 16 درجة مئوية. جنوب غرب المملكة في أبها 21 إلى 11، الباحة 18 إلى 12، وفي جازان من 28 درجة مئوية. في ساعات النهار تنخفض الصورة إلى 24 درجة مئوية مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار. انتقالا إلى شرق المملكة، في الإحساء 25-10، الدمام 25-11، وفي حفر الباطن من 24 إلى 8 درجات مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، العاصمة الرياض 24-12، بريدة 25-9، وفي حائل من 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا حوالي 7 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.